أفادت وسائل إعلام بريطانية أن الخارجية البريطانية تعتزم طرد دبلوماسي إسرائيلي من لندن، وذلك على خلفية عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح التي تم فيها استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة. وقد أوضحت المصادر البريطانية أن وزير الخارجية ديفيد ميليباند سيدلي ببيان في هذا الصدد أمام البرلمان في وقت لاحق لليوم. كان المبحوح قد اغتيل أواخر يناير الماضي في أحد فنادق إمارة دبي، وكشفت شرطة الإمارة عن احتمال تورط جهاز الموساد الإسرائيلي، وأعلنت أن المجموعة التي نفذت الاغتيال استخدمت جوازات سفر أوروبية مزورة، ومن بينها جوازات بريطانية وفرنسية وألمانية وأسترالية. وللمتابعة والتحليل حول هذا الأمر معنا هاتفيا من العاصمة البريطانية لندن الدكتور عبد الله حمودة، وهو عضو المعهد الملكي للشؤون الدولية. دكتور عبد الله، بداية، ماذا يعني أن تقوم بريطانيا بطرد دبلوماسي إسرائيلي على خلفية هذا الاغتيال؟ أعتقد أن هذا الإجراء يعتبر تعبيرا عن غضب الحكومة البريطانية من انتهاك حرمة جوازات سفر مواطنيها وتهديد حياتهم للخطر، ويصل إلى درجة الاستهجان، استهانة إسرائيل بسلامة المواطنين البريطانيين حتى وإن كانوا يهودا. نعم. هم أنفسهم. نعم. وهذا يشير إلى أزمة حقيقية في العلاقات، ولكن بريطانيا تدير أزماتها الخارجية مع الدول التي تراها حليفة أو صديقة بشكل يتسم بالهدوء، وإن كانت تجد في الموقف الأوروبي الضاغط من أجل تعديل السياسات الإسرائيلية بشأن الاستيطان في الأراضي المحتلة وبشأن عملية السلام بوجه عام، وفي الموقف الأمريكي، ما يشجعها على اتخاذ خطوة من هذا النوع، لأنها يعني ليست بمفردها في موقف في هذا الموقف. طيب دكتور عبد الله، يعني إلى الآن إسرائيل لم تؤكد أو تنفي ضلوعها في اغتيال المبحوح، ما هي الحجج القانونية التي استندت عليها لندن في طردها لهذا الدبلوماسي الإسرائيلي؟ يعني لم تطرح لندن حتى الآن أي حجج قانونية، ولم تتهم إسرائيل بشكل مباشر بالمسؤولية عن اغتيال المبحوح، ولكن هذا يشير أن هناك يعني حجج قانونية وأدلة من التحقيقات تشير إلى انتهاك حرمة جوازات السفر البريطانية، وهذه بداية على طريق الإدانة، وإن كانت بريطانيا يعني لم تحدد موقفها بشكل الإدانة بشكل كامل بشأن الإدانة بشكل كامل، لأن هذا سيكون في نتيجة تحقيق أكثر عمقا. نعم. طيب أخيرا، يعني هل تتوقع أن تقوم دول أخرى تم استخدام جوازات سفرها الخاصة بطرد الدبلوماسيين الإسرائيليين على خلفية هذا الطرد البريطاني؟ هو من المتوقع أن تتخذ دول أخرى إجراءات من هذا النوع إذا ثبت أن هناك عاملين في السفارات الإسرائيلية بهذه البلاد تورطهم في عملية تزوير جوازات سفر. إذا لم يكن هناك تورط، وإذا كانت جوازات السفر زورت داخل إسرائيل نفسها، فهذا سيكون له شأن آخر. شكرا جزيلا للدكتور عبد الله حمودة، وهو عضو المعهد الملكي للشؤون الدولية، متحدثا من العاصمة البريطانية لندن.